وللمزيد عن التظاهرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، بالتزامن مع استجابة المتظاهرين لدعوات المتواصلة لمواصلة التظاهر في بغداد وباقي المحافظات، كيف يفسر استمرار المتظاهرين في التظاهر رغم قمع سلميتهم بالعنف والقوة والسلاح؟ حقيقة ما يحصل في بغداد والمحافظات الأخرى من حالة غضب كبيرة خصوصا عند الشباب لحالة الإحباط وتراكم الأزمات على مدى 16 سنة ماضية هو الدافع الجوهري والأساسي لسوء إدارة العراق. العملية السياسية أثبتت أنها في حالة فشل ذريع بقيادة الأحزاب السياسية المتنفذة والخصوصا التي تمتلك أذرع مسلحة، وهذا مخالف للدستور، واستخدموا أذرعهم المسلحة للقضاء على الحراك الشعبي في بغداد وفي جميع المحافظات. نعم. حقيقة يعني هذا العدد الكبير 120 أو أكثر من الشهداء وأكثر من 4000 أو 6000 جريح إضافة إلى عدد كبير من المعتقلين، حقيقة لكن مع الأسف لا يوجد رأي عام دولي أو عربي يتحرك لما يحصل من مجازر في العراق حقيقة. دكتور، فيما تتمثل التحديات التي تمثلها هذه التظاهرات السلمية على الحكومة التي ارتبكت ولجأت بالنهاية لاستخدام العنف والسلاح لمواجهة التظاهرات؟ حقيقة هناك في العالم أجمع كل الدول التي حكوماتها غير شرعية تخاف التظاهرات السلمية، التظاهرات السلمية، شو أؤكد على هذا الجانب، بينما لا تخاف لو كانت هناك نشاط مسلح سيعطيها الفرصة لحالات الانتقام بشكل دموي كبير جدا. وبما أن الحراك الشعبي في العراق وفي بغداد بالدرجة الأساسية والمحافظات الجنوبية خاصة في الناصرية والبصرة، لاحظ هذا الحراك السلمي بحث بشكل واضح المعالم للعالم كله ونقل عن جميع القنوات ووسائل الإعلام المختلفة خصوصا الثلاثة أيام الأولى أنها سلمية. فالحكومات الغير شرعية لا تتوارى ولا تتراجع باستخدام أقصى أشكال العنف، وهذا ما يحصل بالعراق. دكتور صباح، إلى أي مدى بات الرأي العام العراقي اليوم متعايشا مع الاتهامات الجاهزة التي توجهها له سواء الحكومة أو الأحزاب بارتباطه بالأيادي الخارجية كما تصفها؟ حقيقة البيئة العراقية في الظرف الحالي لن تتمكن أي أجندة خارجية أو تدخل خارجي حقيقة في عمليات التدخل في الشأن العراقي، وهذه اتهامات جاهدة كما قلت لكل حكومة غير شرعية. نعم. الحكومات الغير الشرعية هي التي تعمل على اتهام الحراك الشعبي بأن هناك أجندات داخلية وخارجية وعمليات دعم وغير ذلك لسوء إدارته. ولكن أنا أقرأ المستقبل القادم، في الأسابيع القادمة ستتم عملية إزاحة حكومة السيد عادل عبد المهدي، لأن الفشل الذي أصاب العملية السياسية يحتاج إلى حالة ترقيع لاستعادة شكل من أشكال الثقل ولو كانت بسيطة ما بين الجمهور
وما بين الشعب. نعم. وما بين الحكم. بالحديث عن هذا الترقيع كما وصفته دكتور، وكان هنالك الكثير من دعوات للتهدئة سواء من رئيس البرلمان الحلبوسي أو حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونور المالكي، أيضا دعوات للمتظاهرين للتهدئة والجلوس مع الحكومة لدراسة هذه المطالب. هل تتوقع أن يستجيب الحراك الشعبي لذلك ولهذه الدعوات، أم أنه بات لديه الوعي الكافي للاستمرار إلى حين تلبية المطالب؟ بعد هذا العنف في اعتقادي لن يتواجد أي ناشط للحراك الشعبي في اللقاء مع هؤلاء أبدا ومطلقا، وهم يذكرون ذلك رياء وكذبا كما وعدوا في الحكومات السابقة بعملية البناء وعملية استعادة عمليات الإعمار وغير ذلك من الوعود التي وعدوا بها في أربع حكومات وأربع دورات سابقة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح علو، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.